وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كان خليل الله إبراهيم عليه السلام كثير الدعاء والتضرع، يتقرب إلى الله بدعوات أهل الإخلاص ويبتهل إليه ابتهال أهل الأمانة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان أبو الأنبياء عليه السلام متأدبا عند رفع يديه لدعاء ربه جل ثناؤه، تضرعا إليه وخضوعا له جل وعلا، فتراه يثني على الله تعالى ويعظمه قبل السؤال والطلب. وهو أدب رائع ومنهج لطيف في تعليم كيفية دعائه تعالى، وما ينبغي للداعي أن يتحلى به عند مخاطبته سبحانه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين. أدعية عكست إخلاص النية وصدق الإيمان بالله سبحانه وحسن التوكل عليه والتسليم إليه سبحانه، فهو القادر على كل شيء وأمره بين الكاف والنون. تعلم الخلق أدب الدعاء لأن فيه استدعاء للعون من الله تعالى واستمدادا له منه، وفيه بيان لافتقار العبد إلى الله تعالى ولجوء إلى كرمه وجوده وحوله وقوته.